بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الورد والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنراجع مع بعض درس من أهم الدروس اللي موجودة في مقرر الصف الثاني عشر لقواعد اللغة العربية، ودرسنا هو التصغير. التصغير درس من الدروس اللي بتعتبر صرف. صرف يعني بتهتم ببناء الكلمة، بالحروف بتاعت الكلمة. التصغير بيكون في الأسماء فقط، يعني مليش دعوة خالص لا بالأفعال ولا بالحروف. التصغير بيكون للأسماء، والتصغير تصغير الأسماء لثلاثة أوزان. الوزن الأول بيكون وزن فعيل، ووزن فعيل ده لو كانت الكلمة بتاعتي ثلاثة أحرف، يعني أي كلمة ثلاث حروف التصغير بتاعها يكون على وزن فعيل. فعيعل لو كانت الكلمة بتاعتي رباعية، يعني بتتكون من أربع حروف. فعيعيل لو كانت الكلمة خماسية. طيب، في قاعدة أساسية لازم إن احنا نحفظها للتصغير. القاعدة دي لو عرفتها وفهمتها هتقدر إن انت تصغر أي اسم قدامك. إيه القاعدة دي؟ بتقول إننا بنضم الحرف الأول، تعال على الحرف الأول من الكلمة وضع عليه ضمة، وبعدين نفتح الحرف الثاني، الحرف الثاني من الكلمة أحط عليه فتحة، ونزيد ياء ساكنة، أحط من عندي ياء ساكنة ثالث حرف. يعني الترتيب كده، الحرف الأول عليه ضمة، الحرف الثاني عليه فتحة، الحرف الثالث ياء أنا بحطها من عندي، هي مش بتكون موجودة في الكلمة، أنا اللي بحطها من عندي، وبعدين أكمل بقية الحروف. احفظها كده، ضمة فتحة ياء وأكمل، ضمة فتحة ياء وأكمل. ضمة يعني أحط ضمة على الحرف الأول، فتحة يعني أحط فتحة على الحرف الثاني، ياء يعني أجيب ياء من عندي. طيب، نشوف كده أمثلة مع بعض. لما أقول كلمة ثلاثية زي كلمة فهد، الكلمة قدامي متكونة من ثلاثة أحرف، خليتها إيه لما صغرت الكلمة دي؟ خليتها فهيد. عملت إيه؟ ضميت الحرف الأول وفتحت الحرف الثاني وجبت ياء ساكنة من عندي وحطيت حرف الدال، فهيد. طيب، لو الكلمة اللي قدامي كلمة ولد هتبقى وليد، أضم الأول وافتح التاني واحط ياء من عندي واكمل بقية الحروف. طيب، لو الكلمة بتاعتي كانت نمر هتبقى نمير، أسد أسيد، نهر نهير، فهد فهيد، زي ما احنا خدناها. واعرف القاعدة، أضم الحرف الأول، أفتح الحرف الثاني، أزود ياء ساكنة من عندي واكمل بقية الحروف. الحروف. الكلمة الثلاثية هيكون وزنها بعد التصغير على فعيل. طيب، لو كانت الكلمة بتاعتي رباعية، يعني متكونة من أربع حروف، برضو نفس القاعدة، أضم الأول وافتح التاني وأحط ياء من عندي ساكنة وأزود بقية الحروف، هتبقى مليعب. طب لو كانت الكلمة درهم هتبقى دريهم. طب لو كانت الكلمة منزل هتبقى منيزل. لو كانت معمل معيمل، نفس القاعدة اللي احنا حفظناها، أضم الأول وافتح التاني وأزود ياء من عندي وأكمل بقية الحروف. والكلمة الرباعية هتكون على وزن فعيعل. فعيعل الاولاني مضموم والتاني مفتوح، وازود ياء من عندي واكمل بقيه الحروف. طيب، لو الكلمه اللي قدامي كلمه خماسيه، يعني مكونه من خمس حروف، زي كلمه قنديل هتبقى قنيديل، مصباح هتبقى مصيبيح، والكلمة الخماسية هتكون على وزن فعيعيل. فعيعيل، أضم الأول وافتح التاني وزود ياء ساكنة من عندي وأكمل بقية الحروف. طيب، لو كانت الكلمة اللي قدامي ثلاثية مضاعفة، يعني إيه مضاعفة دي؟ يعني الحرف الثاني عليه شدة. أنا واخد من زمان، من المرحلة الابتدائية أو من ما بدأنا ندرس الحركات، إن أي حرف عليه شدة الحرف ده بيبقى اتنين. حتى لما اجي انطقه بنطق الحرف اللي عليه شده دوت مرتين، مره ساكن ومره متحرك. اعمل ايه؟ افك الحرف المضاعف. يعني ايه افك الحرف المضاعف؟ يعني اخليه اتنين واحط بينهم ياء. زي لما اقول كلمه قطه، ادي الطاء عليها شده اهي قدامي، اعمل ايه قبل التصغير؟ افك الطاء دي تبقى اتنين واحط ياء في وسطها، هتبقى قطيطه.
وامشي بنفس القاعدة ان انا اضم الاول وافتح التاني والياء تبقى تالت حرف واكمل بقية الحروف. طيب كلمة هرة نفس الكلام، الراء مضاعفة، هنا اعمل ايه؟ افك التضعيف اخليها اتنين راء واحط ما بينهم ياء، هتبقى هريرة. طيب الاسم اللي بيكون على وزن فاعل، يعني ايه على وزن فاعل؟ يعني تاني حرف فيه الف، زي طالب، عامل، كاتب، الالف دي هقلبها واو قبل التضعيف. ليه هقلبها واو؟ لان احنا اتفقنا ان القاعده ان انا بضم الاول وافتح التاني، الالف مش هينفع ان انا احط عليها فتحه، الالف اصلا ساكنه، فهقلبها واو علشان ينفع ان انا امشي على القاعده اللي احنا حفظناها اللي هي ضمه فتحه ياء واكمل. هتبقى تصغير كلمه طالب طويلب، تصغير كلمه عامل عويمل، تصغير كلمه كاتب كويتب. أخلي بالي من نقطة أخيرة قبل ما نخلص الدرس ده، إن الاسم المصغر، المصغر اللي هو اللي مضموم أوله ومفتوح ثاني وآخر حرف فيه تالت حرف فيه ياء وكده، بيعرب حسب موقعه في الجملة. يعني ما تجيش مثلا كلمة طويلب موجودة عندك أنا طويلب علم وتكتب لي طويلب اسم مصغر، اسم مصغر هنا ده مش إعراب، كلمة طويلب هنا هتبقى خبر مرفوع بالضمة، يعني بتعرب حسب موقعه في الجملة. التصغير من الأسئلة المهمة جدا التي لا يخلو منها امتحان. أحفظ القاعدة زي اسمي كأنها أغنية كده، ضمة فتحة ياء وكمل، هيبقى بالنسبة لك سؤال التصغير درجته إن شاء الله. أتمنى أن أنتوا تكونوا فهمتوا المعلومات البسيطة دي اللي رجعنا فيها على درس التصغير وراجعناه بعجالة شديدة علشان نفتكر. أتمنى لكم من قلبي كل التوفيق والنجاح، وأتمنى أن أنتوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب واشتراك علشان كل الناس تستفيد، وعلشان أي مراجعة تنزل توصل لكم أول ناس. أشوفكم في فيديو تاني قريب جدا بإذن الله. باي باي.